اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مؤشر لين، نتعرف من خلالها على اداء مؤشرات البورصه المصريه والتي تبين اداء مؤشراتها لدى اغلاق تعاملات اليوم الخميس اخر جلسات الاسبوع، حيث تراجع مؤشر البورصه الرئيسي اي جي اكس 30 بنحو 9% ليغلق عند مستوى 14753 نقطه و67% من النقطه، في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة المتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 39% ليسجل مستوى 962 نقطة و4% من النقطة. زاد مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 35% منهيا التعاملات عند مستوى 1751 نقطة و44% من النقطة. شملت الارتفاعات أيضا مؤشر إي جي إكس 30 كابت الجديد وحدد الأوزان النسبية بنحو 2% منهيا التعاملات عند مستوى 18673 نقطة و6% من النقطة. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع العقارات والأنشط تصدر القائمة بنسبة 18.69%، تلا قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 15.32%، جاء قطاع موارد أساسية ثالثا بنسبة 10.61%، بينما جاء رابعا قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بنسبة 9.26%. وبالنسبة لفئات المتعاملين من داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 81.94% من إجمالي التعاملات، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع واستحوذوا على نسبة 9.5% من إجمالي التعاملات، كما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع أيضا واستحوذوا على نسبة 9% من تعاملات السوق، واتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 44.2%، في حين مالت المؤسسات نحو البيع وحصلت على نسبة 55.79% من إجمالي التعاملات داخل السوق. عن الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد صدرها سهم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 9.2%، ثم سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 8.8%، جاء ثالثا سهم مطاحن ومخابز الإسكندرية بنسبة 7.75%، ثم سهم الحديثة للمواد العازلة مودرن بتمود بنسبة 6.76%. أما الأسهم الأكثر انخفاضا، صدر سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 5.53%، ثم سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 4.75%، تلاه سهم منفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 4.19%، حل رابعا سهم بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 4.14%. هذا وقد حقق رأس مال السوقي لأسهم الشركات المقدمة بالبورصة مكاسب نحو 4.3 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 817.4 مليار جنيه بعد تداولات كلية بالسوق بلغت نحو 2.9 مليار جنيه. ومشاهدينا الكرام، للمزيد من التفصيل والتحليل فني أن تكون معي الأستاذة مريان عزمي خبير أسواق المال والمحلل الفني. أهلا بحضرتك أستاذة مريان. أهلا بحضرتك أستاذ حضرتك وأستاذ المشاهدين، متابعة التقرير التالي حول أداء البورصة ثم نبدأ تحليلنا لهذا الأداء، فابقوا معنا. ما بين اللونين الأحمر والأخضر تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الخميس نهاية تعاملات الأسبوع، وسط عمليات شراء للمستثمرين المصريين قابلها مبيعات من قبل الأجانب والعرب لتسوية المراكز المالية مع نهاية الأسبوع. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 4.3 مليار جنيه ليصل إلى 817.4 مليار جنيه. يعني الأرباح كان بدافع من شراء المصريين والأفراد، إلا أن العرب والأجانب والمؤسسات هم اللي كانوا متجهين لجني الأرباح بحجم تداول عالية تجاوزت المليار. لكن احنا نقدر نقول أن ده يعتبر مؤشر قوة، لأن لما يكون جني الأرباح ضعيف بعد ارتفاع في خلال الأسبوع، ارتفاع قوي في خلال الاسبوع، فاحنا شايفين ان ده بيعتبر مؤشر قوه في الـ في الـ في البورصه ومؤشر قوه في السوق، وبالتالي اي جني ارباح بيعتبر فرصه لزياده المراكز الماليه في للافراد يعني.
وأنهى مؤشر البورصة الرئيس إيجيك 30 تعاملات آخر جلسات الأسبوع على تراجع بنسبة 0.9% ليسجل 14753.68 نقطة، بينما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 بنسبة 39%، ارتفع مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 35%. النهارده المؤسسات عامله ضغوط بيعيه، وده بيرجع لحاجه مهمه ان في تغير في شكل المؤشر 30 وخروج بعض الاسهم منه زي اوراسكوم كونستراكشن، وده اللي كان عليها ضغط بيعي جامد، وتاثر الفتره اللي فاتت مؤشر 70، وتاثر كمان التحركات المتعاملين المصريين والمؤسسات الماليه المحليه، وتكوين مراكز شرائيه جديده في اسهم المؤشر اللي كان ابرز ما دخل فيه هو ثروه كابيتال، واللي خرج منه كان ابو قير للاسمده. وراى بعض المراقبين ان عدد من محفزات ساهمت في دعم مؤشرات البورصة المصرية إلى أكثر من 1000 نقطة خلال يناير 2019، ودعمت كذلك المؤشر الرئيس للسوق المصرية. أسمع حسن النيل. أرحب بحضرتكم مجددا مشاهدينا الكرام وبضيفتي استاذه مريان عزمي خبير اسواق المال. بعد ان تابعنا التقرير نبدا تحليلا لهذا الاداء. يعني استاذه مريان، بعد 10 جلسات ارتفاع للمؤشر الرئيسي وحركه ان صح التعبير ارتداد للاسهم وبدايه صعود، تقييمك لجلسه اليوم ايه؟ جلسه اليوم مش بمعزل عن العشر جلسات او عن الفتره اللي فاتت، هي احنا انتهينا من موجه تصحيح كانت عنيفه جدا في السوق المصري، وابتدينا في الارتداد او في الصعود مجددا. بس علشان يحصل الصعود ده لازم يبقى في عندي بعض العوامل البسيطه، اهمها ان احنا لما طلعنا فوق ال 14000 لازم يحصل عندي نسبه من الثبات. الثبات ده انا اقدر اقول عليه من اسبوعين لثلاث اسابيع فوق مستوى ال 14000 او تحديدا من 14 ل 14500، علشان نقول ان احنا خلاص انهينا تماماً موجة التصحيح العنيفة اللي احنا ابتديناها، وصلنا فيها المستوى ل 12000 او يمكن حوالين الرقم ده. ده ما يمنعش ان لو ما حصلش الثلاث اسابيع الثبات هيكون في نوع من انواع جني الارباح مرة اخرى. جني الارباح هنا احنا بنتكلم على جلستين ثلاثة جني ارباح في ظل الارتفاعات القوية اللي احنا شفناها في المستوى ال 14.5 والكلام ده، احنا بنتكلم على مستوى 50 نقطة 60 نقطة، وفي سيناريو بيقول ان احتمال ان احنا يحصل تاني من هنا لغاية الفترة القريبة القادمة هبوط، او مش هبوط نقدر نقول عليه تكملة للتصحيح القادم، ونرجع تاني المستوى ال 12000. بس ده علشان يتحقق محتاج يكون في عوامل مهمة قوي، اهمها يحصل ان في خبر سيء ويطلع، فبالتالي يحصل فيه نوع من انواع البانيك ونرجع ننزل مره تاني، وبالتالي لازم تكون حجم السيوله بتعكس ده. وما زال يمكن العامل الاقوى اللي احنا شايفينه في الوقت الحالي المشتريات بتاعه المصريين اعلى بكتير من مشتريات الاجانب، وده بيدينا نقدر نقول عليه نسبه من الخوف او التوجس، اللي بيخليني اقول ان في احتماليه للنزول لمستوى ال 12000 تاني. بس طبعا الاحتماليه دي مش كبيره، يعني في حدود ال 35% انها تنزل. يعني هي حاله الارتعاش او التخوف يعني عند المستثمر الفرد هي اللي ممكن تؤدي للظروف دي، الى جانب خبر زي ما حضرتك قلت. الى جانب خبر سيء ماشي، بس احنا اتعودنا ان لازم احط السيناريوهين. بأرجح سيناريو الصعود ده كلنا بنرجحه وبنأمل فيه إن شاء الله، ولكن بنسبة 35% من السوق احتمال ينزل نزلة تاني، اللي يخلينا نقول كده إن المستثمر لازم يبقى عامل حسابه كويس جدا، إن زي ما احنا بنتوقع إن في صعود لمستوى 15300 ممكن يحصل نزول تاني حتى لو كان بنسبة أضعف. فبالتالي وانت بتدير محفظتك لازم تحتفظ بنسبة من السيولة، ولازم تبقى محافظ على أيام التسوية بتاعتك علشان تقدر تتحكم في أسهمك بسهولة عند أي شعور بالخطر. طيب الأجانب اللي هم متخذين سلوك البيع هم والعرب في الجلسات الأخيرة، وده ملاحظ ربما، هل لأنهم اشتروا بأسعار رخيصة في أيام التصحيح اللي فاتت اللي خضناها من شهر أبريل تقريبا لحد ديسمبر، احنا بداية الحركة بقت في يناير تقريبا، في نهاية يناير كمان تحديدا؟ هو للأسف
مش دقيق قوي نقدر نقول بالاسلوب ده. ليه؟ لان احنا لو تابعنا حركه مشتريات الاجانب من بدايه عام 2018 هنلاقي ان مشترياتهم قلت، خصوصا مع حركه التصحيح اللي حضرتك ذكرتها من ابريل، هنبص نلاقي ان ما زالت مشترياتهم قليله، او بلغه اخرى مبيعاتهم عاليه جدا. فبرغم ان السوق كان بيعمل موجه تصحيح وعنيفه من مستوى 18000 الى مستوى ال 12000، الا ان الاجانب اتخذوا سلوك البيع، فهم ما اشتروش بالاسعار القليله علشان يبيعوا دلوقتي. تمام. ماشي، لان هنلاقي صافي تعاملاتهم وحتى تعاملاتهم الدقيقه ان كنا نقدر يعني لبعض الاشخاص اللي يقدروا يحصلوا عليها، هيلاقي ان في الاسعار القليله كانت بيع، وهنلاقي ان النهارده ما زالت بيع. فده اللي بيرجح، او ده العامل الرئيسي اللي بنقول ان هناك احتماليه حتى وان كانت ضعيفه ان يكون مازال هناك تصحيح تاني في السوق. النهارده السيد رئيس الوزراء اجتمع في اداره البورصه مع اداره البورصه والرقابه الماليه في القريه الذكيه، والحقيقه كان في تصريحات مهمه جدا. اولا اكد على اهتمام الحكومه بتفعيل دور البورصه في تمويل القطاع العام والشركات الموجوده. صرح ايضا بضروره الاهتمام بالتوعيه المجتمعيه للاستثمار والادخار. صرح بان كل الاليات، او بمعنى صح ان هناك اليات جديده ومستحدثه في الاستراتيجيات الموضوعه للرقابه الماليه من 18 ل 22 لضبط الاسواق وضروره الاهتمام بالبورصه. شايفه بقى التصريحات دي تاثيرها ايه اذا ما قيست بنظرتها في تصريحات اوروبيه او امريكيه بالنسبه للمؤشرات الخارجيه، يعني كانت بتحركها حقيقة باندفاع. هنا في دعم واضح وكامل من قبل الحكومة للاستثمار غير المباشر، تأثير ده ايه في ظل الظروف؟ هو يمكن الفترة الحالية او اخر نقدر نقول شهر او شهر ونص تحديدا، هنلاقي ان في توجه حكومي من رأس الحكومة نفسها ورأس السلطة عندنا من سيادة الرئيس حتى رئيس الوزراء النهاردة، بالاهتمام بثقافة الاستثمار بصفة عامة وبالبورصة بصفة خاصة. الادخار والاستثمار بشكل عام. تمام. احنا لو خدنا بالنا ان احنا كنا بنطالب بده من سنين طويلة جدا، ان لازم يكون في نوع من انواع الدعم الحكومي والتوعية الحكومية بأهمية المجال ده. دايما كنا بنعاني ان هذا القطاع من القطاعات المنسية في الدولة، تمام، رغم أهميته الشديدة سواء كانت للتمويل أو للاقتصاد بصفة عامة. فلما لقي النهاردة أن في تصريحات مباشرة وواضحة لا تحتمل التأويل من الحكومة مرة واثنين، من رأس الحكومة ومن رئيس الوزراء بكلام واضح جدا عن التمويل العقاري وقطاع الأغذية أو تنمية الصادرات الغذائية تحديدا، وده يعود على قطاع زي الأغذية زي أيضا قطاع الكيماويات، والدولة واضح مهتمة، يعني كان في إشارة لقطاعات محددة. ما هو أنا هنا إحنا اتكلمنا عن نقطة عن ثلاث نقاط. أول نقطة إن الدولة أصبحت مهتمة بالقطاع ده، وده في حد ذاته تشجيع إحنا كنا بندور عليه من سنين طويلة. تمام. نمرة اتنين، إن طالما هيبقى في دعم يبقى في نوع، نتوقع إن في نوع من تسهيل الإجراءات وسماع لرأي الخبراء في هذا المجال وتنشيط للاستثمار، وده هينعكس إن أنا هشوف أسهم أو هشوف البورصة بصورة عامة الفترة الجاية بصورة مرضية، ما هياش متجاهلة زي ما كنا بنشوف قرارات كتير قوي في السنين اللي فاتت. عانينا من قرارات قد تكون اقتصاديا شكلها جيد ولكنها بتضر ضرر مباشر بالبورصة. أنا أتوقع أن الفترة اللي جاية مش هيحصل ده، لأن أصبح مجال البورصة أو سوق المال أو الاستثمار بصورة عامة تحت الميكروسكوب أو تحت الاهتمام، فبالتالي مش هنشوف القرارات العشوائية دي. نرجع تاني لنقطة، احنا هنا اتكلمنا على التمويل العقاري. طيب التمويل العقاري في مصر ما زال نسب ضعيفة جدا مقارنة بالأسواق العالمية، وده ليه أسباب. الأسباب الأولية إن هي الثقافة الشعبية أو الثقافة المجتمعية نفسها، إن احنا ما بنفضلش الاتجاه للتمويل العقاري، ما زال بنعتبر ان استثمار في القطاع العقاري معناه ان اشتري بفلوسي. فكون ان انا هقدم دعم للتمويل العقاري ده معناه ان انا هقدم تسهيلات اجرائيه وقانونيه وماديه لهذا القطاع، وبالتالي ده هينشط تباعه القطاع العقاري، وده نقطه مهمه جدا. لان احنا لو لاحظنا قياديه في البورصه فبالتالي ممكن يحرك. مش بس كده، لان احنا لو جينا على السوق العقاري بعيد تماما عن شغل البورصه، هلاقي ان السوق العقاري احنا كل دولة ليها سمات معينة وخصائص معينة. انا عندي اصبح في تباطؤ في حركة البيع
للشقق والعقارات بصفه عامه. تمام، ما نقدرش نقول ركود او انخفاض، لكن في تباطؤ في حركه البيع. تباطؤ حركه البيع دي نتيجه ايه؟ نتيجه ضعف القوى الشرائيه، نتيجه الارتفاع المبالغ به في الاسعار، نتيجه التشبع بنسبه عند بعض الفئات المجتمعيه من العقارات. فانا لما الاقي النهارده ان في وسيله زي التمويل العقاري للاشخاص اللي ما عندهمش القدره الماليه ان هم يشتروا عقارات، فده معناه اني انا بعيد ضخ حياه او ضخ دماء للقطاع اللي نقدر نقول اصبح في العنايه المركزه وما بين او ما بين لا، وبالتالي ينعكس على القطاعات الاخرى طبعا، على البورصه والمؤشرات وحجم السيوله طبعا. قطاع الاغذيه ده من القطاعات المحركه والاساسيه جدا في الدوله، سواء كانت على المستوى الاجتماعي او حتى على مستوى البورصه. الحديث هي كان في اطار تنميه الصادرات الغذائيه، يعني البحث عن كيفية تنمية وسائل وأساليب تنمية الصادرات الغذائية. يمكن هنا هيحضرني جملة إن إذا كنا هندعم أو هننمي الصادرات الغذائية فإحنا كده محتاجين مراجعة لبعض الإجراءات والقوانين اللي هتسهل ده. أنا مش بس عندي عشان أصدر غذاء أو مواد غذائية بعمل مصانع وبعمل منتجات، لا، أنا كمان عندي إجراءات بتسهل لنا الإجراءات دي. فلما ألاقي إن بعض القطاعات مثلا شالت الدعم عن المواد الغذائية، دعم عن المواد الغذائية التصدير، يعني دعم الصادرات عن المواد الغذائية، ماشي، ده بيخليني أتراجع كده وأنا ببص كاقتصادي لهذا القطاع. فهنا ده هيبقى فرصة جيدة جدا لمراجعة هذه القرارات، وأتوقع أن هيرجع تاني الدعم على المواد الغذائية من حيث الصادرات. تمام، هكمل في برضو التأثيرات قبل ما أرجع تاني للمؤشرات والتحليل والتباين ما بين أداء الأسهم والمؤشر. من ضمن المؤثرات تصريحات رئيس صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، ارتفاع مصر في المرتبة، يعني هو كنا في الدرجة السادسة من معدل مخاطر أصبحنا في الخامسة، ودي كلها إيجابيات إلى جانب التقارير المؤسسية الدولية عن مؤسسات التمويل المتعددة. كل هذا الزخم هل يعيد شراء العرب والأجانب والمؤسسات المصرية إلى السوق بقوة؟ وده يضاعف حجم السيولة، ولا تأثيره ممكن يكون ازاي في الفترة المحدودة دي؟ في الفترة المحدودة يعني. في المدى القصير مش هيكون لي تأثير، عشان نكون واضحين، التأثير مش هيبان في المدى القصير، ماشي. كل التقارير دي جيدة جدا، وكل التقارير دي بتعتمد في الدرجة الأولى على البيانات الصادرة من الجهات الحكومية، فده معناه ان احنا اصبح لدينا مؤشرات قوية. في حاجة تاني اسمها معامل المخاطر، تمام، اللي مؤخرا ظهر كلام جديد عنه ان احنا انتقلنا من مرتبة ستة وتقدمنا بقينا خمسة، ده في حد ذاته نقطة قوية جدا وهيدي تأثير، بس تأثير القوي هيبان على المدى المتوسط وطويل الأجل. يعني بنتكلم في مستوى ما يقترب من 6 شهور علشان أقدر أقول إن التقارير دي أثبتت فعاليتها. لما يصدر التقرير ويبتدي يتحقق تباعا، بيبتدي المستثمر بيشتري على التوقعات، بس بيحصل اطمئنان، فشهر ورا شهر بيدي للمستثمر الأجنبي اطمئنان، لأن لازم ناخد بالنا إن السيولة اللي بيحطها المستثمر الأجنبي في السوق الأوراق المالية، سوق البورصة، ما هياش سيولة استثمار طويل أجل، ده قصير أجل، وبيبقى عارف كويس قوي إن مع أي مخاطرة هو بيتحمل ثمنها، وفي عندي دول كتيرة عندها فرصة أعلى. تمام، فإذا هو لازم يطمئن الأول، واطمئنانه بيجي تدريجي ما بيجيش مرة واحدة. التقارير دي تكاملية هتديني النتيجة المرجوة، عشان كده احنا بنقول إن قدامنا ما يقترب من 4 شهور ل6 شهور عشان نشوف التأثير الواقعي. هقرب المسافة أكتر من كده، أقل من 4 و3 شهور، حالة التباين والصراع ما بين دولار جنيه السعر في تفاوت ارتفاع انخفاض ارتفاع انخفاض، ومتوقعات نسبة لتصريح محافظ البنك المركزي بأنه يشهد سعر الصرف تحركات هامة في الفترة القادمة، إلى جانب أيضا سعر الفائدة الذي لا يزال يشهد توقعات بالتثبيت او الانخفاض، يعني ارتفاع لا ده مش وارد. السيناريوهين دول على المدى القصير، لا ده الاسبوعي، ال10 بتكلم في ال10 15 يوم الجايه، الشهر المقبل ان شاء الله ربع الاول تحديدا يعني. طيب انا هبتدي بالفايده، انا رايي الشخصي اتوقع ان هيحصل فيه انخفاض، تمام،
وده ممكن ما يكونش افضل قرار في الوقت الحالي، لكن هو قرار ذو مجازفة ومخاطرة عالية، لكن تأثيراته هتكون قوية جدا، لأن طبعا هينعكس على موازنتنا احنا المصرية، ودي احنا في حاجة شديدة شديدة إليها، لأن أنا عندي أصبحت خدمة الدين أو الفوائد بتاعة الدين عالية جدا على الموازنة بتاعتي. نمرة اتنين، إن ده هيبتدي يهدي ويطمئن المستثمر الأجنبي حتى لو بصورة زي ما نقول إيه بالزق كده، تمام. فأنا أتوقع أن يحصل الانخفاض، وكنت أتمنى أن هذا الانخفاض يجي من شهر 12 اللي فات رغم التحفز الشديد اللي كان ساعتها. طبعا اللي بالنسبة هيكون إيجابي ده هيكون إيجابي، وهيكون إيجابي بصورة قوية جدا. نيجي لنقطة التثبيت، لو حصل التثبيت هو هيكون مش وحش ومش حلو في الوقت الحالي، يعني مش هيكون مش هيفرق كتير، لكن اللي هيفرق بجد وأعتقد أنه هيبقى رسالة قوية هو الانخفاض برغم التحفز أو المخاطرة العالية فيه. نيجي لتحركات سعر الدولار، لازم نكون واقعيين وفاهمين تماما هو الدولار هيعلى أو يقل قصاد الجنيه بناء على إيه؟ بناء على حجم صادرات، والصادرات دي هتيجي على حجم إنتاج، وحجم الإنتاج عندي مازال فيه بعض المعوقات. فأنا ما أتوقعش أن يحصل طفرة قوية من حيث انخفاض الدولار قصاد الجنيه المصري. يعني إيه؟ يعني لكن هو لازال السعر متحرك، يعني الطفرة هي مستبعدة لسه في الوقت الحاضر يعني، لكن عملية التحرك دي تأثيرها شايفاه زي مباشرة. بص حضرتك، هو احنا لو هنتكلم في حدود في 30 قرش يعني لو هنتكلم في حدود ال 30 قرش ما هو ده اسمه تحرك، تمام، ما عنديش مشكلة فيه، وده قابل للزيادة إيجاب أو سلب، جميل. بس خلينا هنا نقول سيناريو، هنا السيناريو اللي شغال دلوقتي اللي هو بنتحرك في حدود ال 30 قرش وجميل قوي والناس فرحانه بيه، بس ده لازم نبقى فاهمين السبب الرئيسي بتاعه ايه. ان انا عندي في شهر يناير حصل فيه تدفقات في اذون الخزانه المصريه، فبالتالي الدولار سعره بقى موجود، تمام، او متوفر بصوره اكتر، تمام، ما هواش نتيجه القوة العرض والطلب اللي فجاه ظهرت مثلا في شهر يناير بناء على شهر ديسمبر. ما احنا كنا يعني احنا الاقتصاد ما بيمشيش مره كده ومره كده، لا ده مش كلام منطقي، تمام. فما نقدرش نبني تفاؤلات كبيرة على اللي حصل ده. اللي حصل ده نقدر نقول عليه حادث بهدوء بس كده، بس واعد يعني طول مباشر. أما في المدى المتوسط اللي هو في خلال 2019 هيكون في تحرك، بس من وجهة نظري الشخصية يكون التحرك إلى حد ما لسه بالسلب. معلش وللأسف وقتنا برضو بيخلص، لكن في الثواني المتبقية في حاليا حالة من الانفصال للأسهم ما بينها وبين المؤشر، وتوقعاتك ان شاء الله لجلسات الاسبوع القادم. حاله الانفصال اللي ما بين الاسهم ومن المؤشر لازم تستمر، لان طول ما كل مستثمر بيفضل اتباع اسهم معينه فبيتابعها في اسهم وصلت لمناطق شراء فبالتالي بتدي تحركات سعريه، وفي اسهم وصلت لمناطق بيع فبتدي تحركات سعريه. المؤشر بيتحكم في عده اسهم اخرين، قد تكون لسه الاسهم دي مناطق الشراء والبيع بتاعتها مختلفه. فاحنا زي ما قلنا في الفتره اللي احنا موجودين فيها في بنسبه 65% صعود وهنكمل صعود، وفي بنسبه 35% ممكن نرجع نعمل هبوط تاني. فانصح في الوقت الحالي بالاحتفاظ بنسبه سيوله تحسبا لاي تحركات نقلق منها، ولكن ما هياش خطر، ما حتى لو حصل هبوط عنيف لغايه 12000 يا جماعه ده شيء جيد جدا والدنيا حلوه وهنشوف فيها التحركات. لكن ممكن يكون رقم على المؤشر لكن مش على الاسهم. وفي اسهم كتير ما عندهاش قدره على النزول مره. فاصل عن تمام ان شاء الله. استاذه مريان عزمي خبير اسواق المال محلل فني، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتينا. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه حلقه اليوم برنامج مؤشر لين، نشكركم على حسن المتابعه، دمتم في امان الله.